بركة الله احنا خلينا الفسيخ وخلينا السردين، خلينا خالص من القشر ومن الشوك كده، فسيخ بقى بالشكل ده. هنعبي الفسيخ في علبة كده، نحطه كله كده بعد ما خليناه عشان نحفظه، يبقى عندك كمية تاخدي اللي انت عايزاه والباقي تحفظيه. هيتحفظ ده كده في الفريزر، تعبى كده تحفظيه في الفريزر، مش هتحطش عليه اي حاجة. بعد كده تاخدي تطلعي منه، تاخدي بالمعلقة والباقي تشيليه برده في الفريزر في ساعتها، ما تسيبوش يفك. هيبقى كده تحفظيه كده في الفريزر عندك كده، وهتقفلي عليه العلبة وتحطيه في الفريزر، ما يجرالوش اي حاجة. بالنسبة للسردين هنعبيه في برطمان ازاز، هنحطه كده يعني تنضفي الكمية كلها وتحطيها فرزنيها، تخزنيها عندك في التلاجة. الفسيخ هتفرزنيه وده هتحطيه في التلاجة، في رف التلاجة، تسحبي منه يقعد ما عندك بالشهور ما يجرالوش اي حاجة. لين ما تعوزي تسحبي منه بالمعلقة كده، هتاخدي منه احلى سردين، شايلين منه القشر والشوك وكل حاجة. انت هتاخدي منه على طول، على انك تتبليه وتحطيه على طول تاكليه. تحطيه بالشكل ده، هتحطي عليه زيت، عايزه الزيت يتخلله من تحت، تغطيه بالزيت بالشكل ده. هنا هتقفلي عليه وهيبقى بالشكل ده. علبنا السردين والفسيخ، الفسيخ ده هيتشال في الفريزر والسردين ده هيتحط في التلاجة، هيبقى بالشكل ده. تحط في التلاجة، هتاخدي منه رف التلاجة بالمعلقة، وده هتاخدي منه برضه بالمعلقة وتشيليه تاني. هنشوف بقى هنقدمهم ازاي. احنا دلوقتي هنحضر الطبق بتاع السردين للتقديم. عندنا بصل اخضر مع فلفل احمر، عندنا فلفل اخضر وليمون، وعندنا الطحينة دي انا برضه عاملاها في البيت، ان شاء الله بنزلها على القناة. اول حاجة هنعملها ان احنا هنحط الطحينة على السردين المملح على طول قبل ما نحط البصل، وبعدين هنقلبها كده، نقلبها بالشكل ده. احنا مش هنحط عليها خل لا هي ولا الفسيخ، عشان الخل بيظهر الملوحة. وطبعا السردين ده قطعناه حتت، هنحط عليها الفلفل والبصل الاخضر. في ناس ما بتحبش الاضافات دي، ياكلوا السردين بالليمون وبس، بس ما تكتروش ليمون لان الليمون برضو بيحدقها. يبقى كده الطبق ده كده، نعصر عليه ليمون كده، مش بنكتر الليمون. الطبق بتاعنا ده طبق السردين المملح اللي عملناه. عندنا طبق الفسيخ احنا مش هنحط عليه الا طحينه كده بس، ونعصر عليه ليمون. ده طبق الفسيخ، اتمنى يعجبكم وتجربوه ان شاء الله.